مريم، مريم، نعم. أيمن فين؟ نام. أنت يعني حبس نفسك في الأوضة من الصبح كده؟ عادي. طب ممكن لو سمحتي تقعدي نقول كلمتين؟ أنت إيه رأيك في اللي حصل النهارده؟ زفت. من أول أخويا اللي مديت إيدك عليه، الشركة الوهمية اللي أنت شغال فيها، لفضحتي في العمارة وأنا بصوت زي الهبلة، زفت، كله زفت يا آدم. أنا مش فاهم أنتوا ليه شغلكم أنا بشتغل إيه وما بشتغلش إيه؟ مش مهم إن أنا مكفي بيتي وخلاص ولا لأ؟ ما هو مش أنا الست اللي تاخد فلوس من جوزها وهي مش عارفة جايبها منين؟ أنا مش سارقهم يا مريم. المهم إن أنت لما بتعوزي حاجة بتلاقيها، صح؟ لا مش صح يا آدم. أنا بعوزه ما بلاقيش. أنت فاكر إننا من أول الجواز وإحنا ماشيين البيت بالمصروف ده؟ أنت حاسبها إزاي؟ أنا كل شهر باخد فلوس من ماما، مصاريف الأدوية والدكاترة والبامبرز والأكل والشرب والتطعيمات، كل ده منين؟ أنت فاكر الفلوس اللي بتديها لي مكفية كل ده؟ وفي الآخر تقول لي بتعوزي وما بتلاقيش؟ آه يا آدم، وكتير قوي. أنا كل ده فاكراك عارف. أنت إزاي ما تقوليليش حاجة زي كده من بدري؟ عشان ما أحرجكش. بقول مرتبه على قده هيعمل إيه؟ حرام عليك يا آدم، حرام عليك، حس بيا شوية. آدم لو ناوي تضرب لو سمحت بلاش. بحبك أوي. وأنا كمان بحبك. عارفة حبيبتي، طول ما أهلك بعيد عننا حياتنا هتبقى هادية وجميلة، مش كده؟ بس دول أهلي يا آدم. يا مريم أنا أهلك، أنا أبوكي وأمك وأخوك وكل حاجة، صح؟ صح ولا لأ؟ بس أنا عايز أعرف حقيقة موضوع شغلك، أنت فعلا كذبت عليا؟ يا مريم أنا عملت كده عشان بحبك ومش عايزك تضيعي مني. أنا لو كنت قلت لك وقلت لأهلك في الأول إن أنا شاعر وبس كنتوش هتقبلوني، صح؟ أنا كنت هقبلك وأنت عارف كده كويس. سامحيني بقى، أنا آسف. أنت لازم تعرفي إن أنا شاعر بس ما بعرفش أعمل حاجة غير إن أنا أكتب، بس بحاول أعمل كل اللي أقدر أعمله عشان ما أقصرش معاكي وما أقصرش مع البيت. بس أنتي أرجوكي ما تاخديش فلوس من مامتك تاني. طيب بس لو اتزنقنا هنعمل إيه؟ مش هنتزنق إن شاء الله. أنا حاسس إن الدنيا تفتح معايا، بس كمان بعد الأغنية بتاعة كريم شكل دي ما تنزل هتشوف اللي هيحصل. أنا متفائل جدا، بس انتي وعديني انك انتي متعمليش كده تاني. حاضر حبيبي. انتي عارفة الأغنية نازلة بكرة صح؟ ده بجد؟ مبروك. أنا حتى اديت فلوس لنصير البواب عشان أول حاجة أعملها الصبح يجيب سلاية ويجي. طب ما قلتليش بقى الأغنية اسمها إيه؟ اسمها نسيت دلالك. إيه؟ نسيت دلال مين بقى إن شاء الله؟ سيدة أي كلام، سيدة أكيد مش أنت يعني يا مريم، أنا بلطف كل حاجة فيك. إيه ده يا متخلف أنت؟ إيه اللي أنت جايبه ده؟ طب غور غور، أنا هتصرف. في ايه يا ادم؟ ايه الموضوع؟ متخلف ده
جايب لي صيدليه مضروبه عشان يضرب 20 جنيه، حاجه معفنه. طب انت عرفت منين انها مضروبه؟ عرفت لان اغنيتي مش فيها. وريني كده. دي شكلها مش مضروب. بص الغلاف عامل ازاي؟ شكلها نضيف قوي. انت خبيره يعني؟ مش قصدي يا ادم، بس يمكن يا حبيبي. يعني ولا يمكن بلا بتاع بلا زفت، مضروبه ومعفنه. طيب يا حبيبي طيب، ممكن تهدى؟ نزلنا على المغرب 8 من الليل. الو، صباح الخير يا استاذ منظور. صباح النور يا ادم. ايه الالبوم نزل ان شاء الله؟ اه نزل، بس معلش بقى الاغنيه بتاعتك مش معانا المره دي. معانا المره دي ازاي يعني؟ مش معانا ليه؟ معلش بقى يا ادم، النجم شادنا مش ماشيه مع مود الالبوم، اتشالت على اخر لحظه والله. انا ما يتقاليش ليه يعني؟ عملها لي مفاجاه. انا اللي نازل اسيح في كل حته وكاتب على الفيس وفي المركز الثقافي، ايه القرف ده؟ هتتكلم عادل يا ابني انت. هو برضه اللي اتعامل معايا ده مش صح ولا ايه؟ الو؟ ادم حبيبي ما تعرفش الخير فين؟ يمكن ده يكون احسن ليك. وانت بقى ام العريف عارفه الخير فين؟ ابعدي عني يا مريم دلوقتي سعيد، ابعدي عني دلوقتي، ابعدي عني وتقشر. حبيبي صدقني والله هتتعوض، هما الخسرانين. هما الخسرانين. نبر لي فيها، انا غلطان اصلا ان انا قلت لك. طبعا قلت لامك، امك قالت لاولاد خالتك وقالوا لامهم اللي هيزبونا، انتوا اصلا عيله فقر، عيله فقر. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه دخلي انا وعيلتي باي فشل ليك؟ فشل ايه ده؟ فاشل ايه؟ انت اللي فاشل يا حيوان؟ ما تتكلمش معايا كده يا ولد. وشيك وشيك نظرة وشيك، ما تتكلمش معايا كده. ايه ده؟ انا اللي متخلف، انت اللي متخلفه وفاشل. انا اللي كنت بتكلمي، قصرتك كذا مره، قصرتك كذا مره. انت يا حيوان متخلفه، وانت طول عمرك فاشل. أنا مش تحت أمرك يا بني. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. أيوة إيمان، أنت فين؟ تعالي لي ضروري، أنا عايزة أشوفك. لا لا لا، هو مشي. عرض لك يا عم الشعر والفنانين، زعلان كده ليه؟ طب انا اقول لك على حاجه بسيطه، عارف ميسي بتاع الكوره؟ ساعات تلاقي صحته مساعداه في الملاعب وعمال يجري يمين وشمال وهوبا يقوم شايط الكوره، الناس تفكر انها جون تطلع في الاوت. مالك شايل طاجن ستك كده ليه؟ عديها. انا كاتب لهم اغنيه شربيني احسن من اي حاجه من اللي كتبت في الالبوم. سمعت الالبوم عامل ازاي؟ حاشا وماشا، انا ما بسمعش الاغاني دي بتاعت الفرافير، انت عارف مزاجي كويس في السمع. وبعدين احمد ربنا ان الاغنيه دي بالذات ما نزلتش في الالبوم ده، لو كانت نزلت كانت اخذتك في سكه ثانيه. كنت هتلاقي عمرو دياب بيكلمك وشيرين بيكلمك وحماقي بيكلمك واستوديوهات وحجوزات بقى وايه ومرمطه فاضيه وانت ما انتش فاضي للكلام ده. اسمع كلامي. انا شربيني اعيش ازاي بس؟ شوف انا عايزك تستعمل كل اسلحتك الفتاكه، ده انت الموزس بتموت فيك، ده انت جام. قصدك جان يعني؟ ايوه ربنا يخليك. جان شكرا. بص انت رومانسي وحنين وكلامانجي وكل المزز بتتمناك. قصدك ايه يعني يا شربو؟ عايز ايه بصراحه؟ الست بوسي حط عينها عليك، عايزه تحب وتتحب، وانت كلامانجي وحنين، مش بعيد تعمل لك شريط وتعمل لك فيهم اغنيتين جايز تغنيهم، يعني هتنتج لك من الاخر. يا شربيني انت عايزه تصرف عليا يعني؟ انت عبيط ولا مسطل ولا ايه؟ لا هتنتج هي، وانت هتفيد وهي هتستفيد، ده هي حط عينها على البيزنس. امال سيبك من الكلام الهايف وخليك في المصلحه، حط عينك على المصلحه واركب عليها يا صاحبي، وانا اللي هفهمك.
مريم انت لازم تتطلقي منه، ده مفيش فايده فيه. يا ايمان انت لو شفتيه امبارح كان بيعمل معايا ايه ما كنتيش هتقولي الكلام ده. انت مش فاهمه، هو لما بيبقى في حالته كده ورايق تعالي شوفيه بيتعامل معايا ازاي. بيبقى حد تاني، بيبقى الشخص اللي انا تمنيته طول حياتي. عشان كده بقى لما بيقلب عليا ببقى عارفه استحمله. حبه ليا ومشاعره بتخليني اعديله اي حاجه تانيه، وده عندي اهم من اي حاجه. طب وطالما هو كده هو انت جايباني ليه؟ يعني بتشتكي لي ليه؟ هو انت بتغني وتردي على نفسك يا مريم؟ يا بنتي انا محتاجه افكر بصوت عالي، عايزه حد يقعد معايا افضفض معاه. بس بصراحه يعني وانا بحكي لك حسيت ان حب ادم ده لو ضاع مني انا مش هعرف الاقيه تاني. عبيطه انا صح؟ عبيطه؟ لا هو انت متخلفه عقليا. على فكره انا متغاظه منك جدا بجد، انا مش عارفه المفروض اقول لك ايه ولا ما اقولش ايه. مش عارفه يعني ايه. قولي تقصدي ايه؟ اقصد يعني ان اللي بيحب حد مش بيخونه. يخونه؟ لا وضحي كلامك اكتر، انا مش فاهمه انت تقصدي ايه بالكلام ده. ما تلعبيش بقى اعصابي بقى. قولي. بصي يا مريم، انا لما شفت ادم زمان قلت لك عليه انه قمر بس مش شبهنا، وحذرتك اكتر من مره بس انت برضه مفيش فايده. لحد ما حصل موقف غريب انا اول مره احكي لك عنه. لما كنت حامل في الشهر الثالث وكانت حالتك صعبه قوي. هاي بس بس كده بقول لك فوقي النهارده ان شاء الله. بقول لك ايه بقى، انت فكك انت ملوش ظهر. يلا بقى انا همشي عشان كمان لسه هسلم على حد. باي باي. اهلا، ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ ازيك يا استاذ؟ هربان مراتك ولا ايه؟ اتفضلي. طيب عاوزه اقعد. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. كنت هنا ببص على معرض رسم وعندي قرايه فاتحه بتاعت قريبتي. عشان كده لابسه حته الزفت يعني وبتاع. خالص والله، ده انا حتى حاولت ابقى سامبل على قد ما قدرت بس تقريبا يعني شكلي النهارده عامل قلق. مش فاهمه الناس يعني فجاه عايزه اقول لهم انتوا اكتشفتوا ان انا بقيت حلوه ولا ايه؟ انت طول عمرك قمر يا ايمان. ميرسي يا ايمان. قولي صحيح مريم اخبارها ايه واخبار حملها ايه؟ والله تعبانه يعني مش لطيفه معايا شويه بس انا مقدر طبعا. برافو عليك. بص هو اول 3 شهور حمل دول صعبين قوي بصراحه، ده اللي انا بسمعه يعني من الناس. والله مش عارف. هو انت يا ايمان ازاي كنت ما اتجوزتيش يعني؟ ام رجاله عيني. عادي يعني يا ادم عادي مش مشكله يعني. عارفه يا ايمان من اول ما شفتك وانا شايف ان في بيننا حاجات كتير يعني مشتركه وكده، يمكن حتى اكتر من الحاجات اللي بيني وبين مريم. نصيب بقى، حظي وحش. الكلام ده يا ادم حظك ايه الوحش؟ اللي انا عارفاه يعني ان انت ومريم اتجوزتوا بسرعه عشان متفقين في حاجات كتير. قلت لك كنت فاكره برضه في الاول، بس بعد شويه لقيت ان احنا الاختلافات اللي بيننا اكتر، عشان كده يعني في حد تاني هو اللي في دماغي. وانت تعرف حد على مريم يا ادم؟ لا لا، بس بصراحه في حد انا معجب بيه نفسي اقول له مشاعري تجاهه يعني كده. نفسي نبقى اصحاب، بس نفسي الاقي حد اتكلم معاه اقول له الحاجات اللي انا مش بقولها لمريم. مش اكتر من كده يعني. مش عارفه يا ادم، بس هو اللي انت بتقوله ده مش صح خالص، وما اعتقدش يعني ان مريم لو عرفت حاجه زي دي ممكن توافق باي علاقه بينك انت واي واحده تانيه. بعد انت فين؟ انا؟ ايوه انت الشخص اللي بتكلم عليه. كل اللي بقوله بس انا محتاج حد اتكلم معاه، حد زيك، حد اعرف افتح له قلبي من غير ما حد يعرف اللي بيننا. هو في ايه يا ادم؟ هو انت اتجننت ولا ايه؟ هو انت ازاي تتكلم معايا كده؟ والله العظيم يا ادم لو الموضوع ده اتفتح تاني لاقول لمريم وتتعامل معايا باحترام بعد كده. انت ما تعرفنيش من الشارع يا ادم. انا اسف، انا اسمعيني بس، انا اسف انا مش عارف انا بقول ايه اساسا. انا كنت قاعد مع واحد واداني نفسين، انا اصلا ما بشربش فتقريبا بهلفط في الكلام، فارجوكي انسي اللي انا قلته واعتبري ما حصل. ارجوكي اعتبري اللي حصل ده يعني حصل بينا وما تقوليش لحد. معلش.
هو انت بتقولي ايه؟ مستحيل الكلام ده. قصدك ان ادم كان بيحاول معاك؟ بس ادم مش بيطيقك اصلا. طب هو انت ما سالتيش نفسك هو ليه مش بيطيقني؟ ايوه عشان لبسك وستايلك. على اساس يعني ان انا بمشي في الشارع بقميص نوم؟ لا يا ايمان، بس مستحيل الكلام ده. تحلفي على اللي انت بتقوليه؟ لا طب انا بجد مش مصدقاكي. هو انت بتكدبيني انا يا مريم؟ ده لو صحيح لك انا غلطانه اصلا. انا بجد غلطانه. انت لسه صاحيه؟ زي ما انت شايف. وانت عندنا ضيوف ولا ايه؟ انا شايف اطباق ومعالق وحاجات. اه كان فيه. مين يعني؟ ايمان. وانا مش قلت 100 مره تقطعي علاقتك بالبنت دي؟ ويا ترى عايز نقطع علاقتي بيها ليه؟ عشان لبسها ولا عشان كانت عاجباك؟ كانت عجباني. جايبه منين الكلام الفارغ ده؟ تنكر انك كنت بتحاول معاها وانا حامل؟ بحاول ايه يا مريم؟ وانا كنت في ايه ولا في ايه؟ وانا اصلا انا شفتها فعلا مره واحده في الكافيه بتاع المركز الثقافي، وهي جت تحكها وانا بعتها عني وسلام سلام وخلص الموضوع، بس انها عجباني وبتاع. ايه الكلام الفارغ ده؟ نعم يعني هي بتتبلى عليك؟ طب يا مريم بذمتك مين اكتر حد بيسخنك عليا؟ مش ايمان دي اللي انت قلتي لي في الاول انها كانت معجبه بيا؟ دي عايزه تخرب علينا. شوفي كل تصرفاتها بتقول كده، صح ولا مش صح؟ دي عايزه توقع بينا يا مريم والله. وبعدين اليوم ده تحديدا اللي هي بتتكلم عليه قربت مني فعلا، وانا وقفتها عند حدها وكانت بتستغل ان انت مشغوله عني وتعبانه وبتاع، وانا ما رضيتش اقول لك طبعا عشان مش عايز اجرحك. بقول لك ايه، ده زي القمر، ما تسيبوه يعمل. انا عيني عليه بصراحه. معقوله ايمان كان بتحاول معاك انت؟ هي دي الحقيقه. كنتش عايز اقول لك بس خلاص، وعشان كده وده السبب الوحيد اللي مخليني عايزها تبعد عن حياتها. فارجوك يا مريم، ارجوك اقطعي علاقتك بيها، دي انسانه خاينه. عندك حق يا ادم، عندك حق، انا مصدقاك. حلو كده يا مريم، انا عايزك تبقي واثقه فيا بالكامل، عايزك ثقتك تبقى كبيره فيا. وبعدين انا اسف قوي على اللي حصل النهارده الصبح، انا كنتش في وعي. انت متخيله الصدمه كانت عامله ازاي بالنسبه لي يعني؟ بس طول ما انت جنبي حبيبتي انا هكمل.